لسنا في قاعة للأفراح، وإن كانت المشاهد تبدو كذلك، فمن زنازين القهر والظلم والقفص الحديدي إلى القفص الذهبي مباشرة، ومن قبور الأحياء في سجون المحتل إلى عناق الحرية التي طال انتظارها، ارتباط زوجي في حضرة الشهداء وعهدهم، وأمام قسم الأوفياء لوطنهم يضع محبسا في يد خطيبته إذانا بحياة زوجية أشرقت وقيود تحطمت وصبر سهر قضبانا اهترأ أمام عمالقة الصمود لانتزاع الحرية. أشاروا عليها العادي تايهدوها، فشلت الحياهم ولكن تروا يجزوها. لا ظلام بعد اليوم، ولا أصوات أقدام السجان التي تقض المضاجع، ولن يعود ليعد لياليه أو ليبحث عن رفيق يشكو إليه، فمن الآن ستبارك له والدته خطواته كلما خرج من المنزل، وتنتظره زوجته على مائدة طعام أعدتها له خصيصا. الفرحة هاي بتمناها لكل إخواني الأسرى يذكوها، إن شاء الله ربنا بفرج عنهم قريبا إن شاء الله رب العالمين، وبظل قيادتنا الحكيمة. بتمنى لكل أم، كل أم أسير تفرح زي ما فرحت، والفرحة ما بتكمل إلا تيخرج جميع الأسرى. الحمد لله أنا كتير مبسوطة بخروج حالي من السجن، وبهني كمان على صبر وقوة تحمله. الحمد لله نشكر رب العالمين على كل اللي يسبسل. الحمد لله. الأسير حرب مصفر 33 عاما من قرية مزارع النوباني غرب مدينة رام الله يحتفل اليوم بحريته وعقد قرانه، وإن خطف المحتل عمره لن يخطف فرحته، فرحة شاركه فيها المئات من الأقارب والأصدقاء والمحبين. الفرحة هنا تطغى بأمنية وحكاية، وما بينهما دمعة وابتسامة. بعد عام من الآن على الأسير أو العريس حربي يحمل مولوده الجديد بعد أن حمل هم القضية مدة 12 عاما. ذكريات أسر سيرويها في كل صباح عن قصة أب عرف الانتماء والواجب. علي دار علي، تلفزيون فلسطين، رام الله.